الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك دلوقتي الجيران عندي في المنطقه بيطلعوا يكسروا باب الحديد غصبين عني وياخدوا فلوسي كمان وشقايا. بيعملوا ايه؟ غصبين عني وياخدوا شقايا وكذا مره بتصل بحضراتكم. بيسرقوا يعني الفلوس الحاجه يعني؟ وبين يعني مش فاهم يعني بيمسكوني النقود العافيه. طيب اسم حضرتك ايه؟ حضرتك كذا مره بتصل بحضراتكم وتبعتوني اسم النهضه ومحدش بينزل. طب انت اسمك ايه يا فندم؟ حضرتك انا منال عبد المقصود محمد الصوفي. منال عبد المقصود؟ دلوقتي نقودي اربع شباب نقودي وخدوا فلوسي وطلعوا يجروا على تحت وكسروا الباب بتاع الاسم. حضرتك مش اول مره يعملوا كده. هم يعني اختطفوا حضرتك ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه. حضرتك انا مش معايا راجل. انا مش معايا راجل. انا جوزي متوفى والله واتجوزت واحد وما حصلش نصيب وسبته. يعني خلاص ماشي خد الشر وراح تمام. طب حضرتك دلوقتي بينكوا غصب عني وياخدوا فلوسي وشقايا وينزلوا يجروا. مش كفايه بينكوا غصب عني؟ طيب لحظه معايا بس منك كده. ماشي حضرتك دلوقتي اسم النهضه مفيش دوريه بتنزل لهم. يعني اسم النهضه ما حلش الموضوع. وربنا ما حد بينزل لهم بقى اربع سنين على القصه ديت. وحضرتك سكنت الشقه ورحت قعدت في شقه ثانيه عند الناس الغريبه فارتحت. انت حضرتك عندك كام سنه؟ انت حضرتك عندك كام سنه يا استاذ منال؟ نعم. انت حضرتك عندك كام سنه؟ حضرتك عندي 39 سنه. 39؟ العمر كله يا فندم. طب العنوان فين؟ العنوان فين؟ حضرتك بجوار مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية. بجوار مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية. حضرتك برضو كانوا عاوزين. ايوه فين يا فندم؟ البنوت اللي جنبي ديت وانا حماتها. عاوزين يعملوا ايه؟ كانوا عاوزين يخطفوا البت بنت البنوت اللي جنبي برضو هنا. عندها 13 سنة وانا حماتها. انا اللي اتنكتي مكانها. الو. ايوه انا سامعك. حضرتك انا حميتها وانا اللي اتنكتي مكانها. وحضرتك اللي اتعمل فيه كده بدلها. ايوه انا. طب ما هي بدل ما تتخري انا اللي اتنكتي مكانها اعمل ايه؟ في حي قديم من احياء الاسكندريه كانت تعيش مدام منال، امراه في منتصف العمر اعتادت ان تعيش بمفردها منذ سنوات بعد وفاه زوجها. كانت تحب وحدتها وتعتني بمنزلها الصغير الذي يشرف على البحر، وتستمتع كل يوم باطلاله الغروب من شرفه بيتها. لكن في الايام الاخيره بدأت حياتها الهادئة تتبدل إلى كابوس لا يطاق. أربعة شباب غرباء بدأوا يظهرون كل مساء، يطرقون بابها بعنف ويدخلون عنوة، مستغلين ضعفها ووحدتها، يمارسون معها أفعالاً مشينة دون رحمة، ثم يسرقون أموالها وكل ما يجدونه ثميناً في المنزل. كانت مدام منال ترتجف رعباً كل ليلة، لكنهم يهددونها بالصمت ويعدونها بالعودة إن تجرأت على الشكوى. دعونا نستمع سوياً إلى المكالمة المثيرة بين مدام منال والنجدة. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. طيب العنوان فين بالضبط يا فندم؟ حضرتك النهضة. أيوة. ثلاثة مدخل واحد. أيوة بلوك ثلاثة مدخل واحد. حضرتك بتقول مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية. حضرتك بعملية 840 ميم عشان تجيم. ايوه في ميم وفي جيم. في ميم وفي جيم. حضرتك استعيد ميم. لا انا هساعدك. حاضر هساعدك يا استاذ منال. ربنا يبارك لك. انا في الدور الرابع شقه 14. ماشي يا استاذ منال. انا مش عارفه اعمل ايه يعني، وكمان الفلوس بتاعتي بتاعت الجمعيات وفلوسي وشقايا خدوهم ونزلوا يجروا. يعني هم يعني اتحرشوا حضرتك ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ هم اربعه مبرشمين ونقوني غصب عني ورفعوا عليا المطوه نقوم. انا خفت لا يقطعوني. انا اتنكت وخلاص. واحد منهم بقى من الاربعه خد الفلوس بتاعتي ونزل يجري. ولو توبت وغبت الحكومه هنقطعك. طب انا اعمل انا ايه تاني؟ انا تعبت الصراحه. انا تعبت. طب عربيه دوريه تجيلنا ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه بتجيلنا. لا حاضر يا استاذ. انا بدي حد عين. حاضر حضرتك يا استاذ الفاضل. الست اللي جنب ديت برضه جوزها ميت راحت جابت المباحث من فوق. انا طبعا واخده كازلك في دماغي بسبب بنتها. كانت تقول لي قولي الواد اللي تحتي مش كان هيختطف بنتي؟ قلت لها بقول لك ايه، انا ما شفتش حاجه، انا ماليش دعوه. ايه اللي حصل؟
الكلام ده من يمد بالظبط 15 يوم. طب انا دلوقتي اعمل انا بنفسي انا ايه؟ انت عارفه مين اللي يختص حضرتك بالظبط؟ مين يعني عارفه اساميهم؟ ايوه حضرتك، هم بيطلعوا كل ما يسوم الشوق عشان ياخدوا مني الفلوس وينكوني. يعني كل ما نفسهم يجي كده يعملوا كده مع حضرتك. ايه يعني كل ما نفسهم فيهم كده يطلعوا يعملوا كده مع حضرتك؟ حضرتك واحد اسمه احمد خفه، سواء ميكروباص مرض النهضه. ماشي. طارق احمد خفه، واحد اسمه سيد تسول كده برضو مسجل عندهم في النهضة، تسول حرامي. واحد اسمه علي الهنجري، واحد تاني الرابع مش عارفه اسمه كريم مش عارفه قوطه. حضرتك كلهم مسجلين عندهم في اسم النهضة. طيب اروح لهم يقولوا لي احنا اللي بيسلطوا عليك يا منال. هم يقولوا احنا اللي بيسلطوا عليا ليه؟ منال بيسلطوا عليا ومنال ليه؟ منال عملت لكم حاجه عشان تسلطوها عليكم؟ عليهم وربنا عملوا لي تهتك في الرحم من اصبارتهم. تهتك في الرحم؟ من اصبارتهم بيجوا واخدين برشام. انت حضرتك يعني كشفتي ولا عرفتي منين الكلام ده؟ انا بتاعي واجعني دلوقتي وفلوس اللي خدوها طلعوا يجروا. الاربعه قعدوا يجيكوا فيا ولا عارفه اصوت ولا عارفه اقول الحقوني، والجيران ولا حد بيعمل اي حاجه. طيب يا استاذ مش مشكله، خلي تليفونك متاح وانا ابعت لك حد حامل حضرتك. تعالى محدش بيجيلي والله العظيم، لو قلت لهم منال هيقول لك المجنونه مش هنروح لها. لا حاضر يا استاذ منال، حاضر. سعيد الجلالي لا محدش بيجي لي. عارف حضرتك استاذ سعيد اللي عندكم؟ استاذ سعيد مين؟ اللي عندكم في اللي بيستقبل النجده. طيب بص حضرتك خلي تليفونك متاح وانا هبعت لك حد، ماشي؟ يعني خلي تليفونك متاح بس انا هساعدك انا. يبقى معايا دلوقتي وانا اخليك. سلام يا صيع.